طيب قبل ما اتكلم عن البطولة عايزة اروح معاك شوية، نرجع لورا شوية كده، بس الاول تعرف السادة المشاهدين، يعني عندك كام سنة، بتدرس ايه، دراستك ايه، يعني عايزين نعرف اكتر عنك. انا عندي 17 سنه، بدات جمباز وانا عندي 5 سنين. بدات في نادي القاهره، في القاهره هنا، ويعني بدات وانا يعني بدات اخش جوه اللعبه بقى واخش منتخب وكده وانا عندي 12 سنه. بس يعني ما بدات بقى اتطور وكده واخش بطولات دوليه في السن ده بعد ما دخلت المنتخب. وبدرس انا في ثالثه ثانوي دلوقتي. طيب لو هنتكلم عن دايما في بدايتنا، يعني اي حد كده لما يكون في سن الاطفال لحد الشباب او لحد سن معين بنبقى عايزين نلعب رياضات مختلفة، بنطلع مثلا نلاقي ان الكرة هي كرة القدم طبعا هي بالظبط. اللعبة الشعبية الاولى في مصر وفي كل العالم يعني، فدايما اي حد يقول عايز تلعب ايه، عايز العب كورة. عايز اسألك بقى، هل انت لعبت اي حاجة تانية قبل الجمباز؟ كان ليك اي يعني انترستنجز في اي لعبات تانية ولا بدأت جمباز؟ انا بدات سباحه يعني زي معظم الاطفال، كل الاطفال بيبداوا سباحه، وبعديها دخلت الجمباز طبعا بفضل كله يرجع لبابايا ومامتي. فموضوع الجمباز ده انا طول عمري يعني بحب الفرق وبحب الحركه، فهم دخلوني يعني حاجه عشان تطلع طاقتي وكده. فلما دخلت الجمباز بدات اكتشف بقى ان انا عندي موهبه كويسه مش وحشه، وبدات بقى اتطور فيها، ولازم تبدا من سن صغير. فانا الحمد لله انا دخلت يعني من سن صغير. طب اول ما بدات، خاصه انت بتقول ان هي كانت رغبه باباك ومامتك، بالظبط. ما كانتش رغبتك انت، كنت بعدها مكمل في السباحه، بس اكيد بيبقى في تحديات في الاول، ممكن تزهق تقول لهم لا عايز ارجع سباحه، لا ده حصل في الاول لا، مع انا من الجمباز؟ انا كمصطفى انا يعني اللعبه دي بالنسبه لي حياه، اسلوب حياه يعني، من ساعه لما دخلتها وانا بدات احبها. ممكن في الاول سنه ولا حاجه انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه، بس بعديها بدات افهم والموضوع ده بدا يعجبني، وانا بدات احب اللعبه وانا صغير قوي. يعني مش انا من النوع اللي اهلي بيضغطوا عليا في حاجه، اهلي مديني في حريه في كل حاجه.